السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الجميلة جدا موضوع البودكاست وانت مثلا في السيارة، فبتخش على البودكاست، جوجل بودكاست او اي بديل تاني، وتشغل اي محاضرة وتسمعها او تشغل كتاب مسموع. ف حاجة لذيذة يعني، وبتستفاد معلومات كتيرة جدا. ممكن تلاقي نفسك كل يوم قريت لك كتاب ولا حاجة. فانا قلت ليه ما احولش بعض الفيديوهات عندي لبودكاست، فلقيت الموضوع سهل جدا وبسيط. لقيت مواقع كتيرة، ده يمكن احسنهم ليتر بوكس. كل اللي انا عملته ان انا جيت هنا وقلت له انا عايز الرابط دوت، كوبي لينك ادرس، ورحت رايح على دوت وقلت له خد اللينك ده، تمام، اديته اللينك وقلت له لسه بيروح محوله لبودكاست، تمام. ومش بس كده، ده كمان بيديني يمكن ان انا اشيره على مواقع تانية. اقول له اوديو بودكاست، واقول له انا عايز اشيره على بلاير اف ام او على جي بي او دي دي اي ار دوت نت، او كوبي يو ار ال، خدت اللينك بتاع البودكاست ده وتقدر تبعته لمواقع تانية كتير. فانا خدت الرابط، ما بدأش اسجل حاجة تانية ولا سيفته لابن بي 3 او اي حاجة خالص، مجرد ان اديته الرابط وهو اوتوماتيك حول المحاضرة دي لمواقع زي بلاير اف ام. كل اللي انت عليك بقى تدوس هنا وتدوس هنا وتلاقي البودكاست بتاعك بقى موجود. وطبعا ده هيسمع فيه مواقع كثيرة من اللي بتشغل البودكاست.